متابعي في الجول دوت كوم، اهلا بيكم في لايف جديد. معاكم مهاب نبيل واسلام كولومبيا. النهارده كان يوم سبت كروي مزدحم جدا، كان في ماتشات في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وكمان كاس العالم للانديه. شفنا النهارده صلاح تالق، جاب جولين منهم واحد ناس تفتكره كتير بالكعب في مرمى واتفورد. هتشاركونا بتعليقاتكم وهتناقش النهارده في كل الماتشات دي. ازيك يا سلوم؟ ازيك يا مهاب، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. ابو صلاح مبدع النهارده. لا ده 10 على 10 يعني. كل ما بيخش الشتاء دايما في شهر يناير صلاح كده بياخد كيرف تاني في مستواه، وشفنا الكلام ده برده السنه اللي فاتت. الناس قعدت تقول قبل دخول بالظبط الدور الثاني صلاح برده كان عنده دروب ما بيجيبش جوان، وكان مره واحده ياخد موفون وخلاص ما بيرجعش تاني. شفت النهارده زي اداء صلاح قدام واتفورد. ميزه صلاح خصوصا في الفتره دي زي ما انت قلت، محمد صلاح بيجي عليه وقت بتلاقي الكيرف نزل خالص، سقف التوقعات بتاع الناس اللي هو كان دايما بيعالي ان هو منافس ميسي وكريستيانو رونالدو، لا ده صلاح ده لاعب عادي. لا صلاح بعد كده بيرجع وبيقدم نفسه بكل قوه، بيقدم ده بشكل استثنائي. احنا شفنا صلاح قدام سالزبورغ بيسجل الماتش اللي فات، في بعد ما ضيع 3 4 فرص الناس قالت لك النهارده مش يومه، خلى سكت العالم كله بجول. الناس برده بيعلم بجوال كده بتفضل معلمة الناس كتير. فدي ميزه صلاح بقى، انه صلاح مش بيس يعني بقى يسجل اهداف العاديه، لا بيسجل اهداف عاديه وبيسجل اهداف غير عاديه وفرقه كمان. يعني النهارده خلاص الفرق بقى، احنا قلنا بقى اصبح قد ايه بينه وبين ليستر؟ الفرق دلوقتي بعد تعادل ليستر بقى 10 نقط. الوضع بقى خلاص قوي. ومع السيتي بقى كام نقطه؟ مع السيتي اكتر من 15 نقطه. احنا بنتكلم ان الفارق ما بينه وما بين مانشستر سيتي 17 نقطه، وسيتي لسه ليه ماتش بكره مع ارسنال. لكن الفكره كلها ان ليفربول لو انهى الدور الاول بفارق على الاقل 13 نقطه عن ليستر، خصوصا ان هو المواجهه اللي جايه ليه هو مع وستهام هيبقى متاجل عشان الكاس العالم للانديه، فهو المواجهه الجايه لليفربول مع ليستر سيتي في ختام اخر ماتش في الجوله خالص في الدور الاول. الدور الاول فبالتالي احنا لو ليفربول كسب ليستر سيتي اللي هو يعتبر دلوقتي منافسه المباشر، فنقدر نقول ان ليفربول حط رجله على اول الطريق للفوز بالدوري الانجليزي. بس في بقى نقطه، ان ليفربول هو الفريق الوحيد اللي في اخر 10 سنين في انجلترا محققش لقب البريمير ليج لما كان متصدر في فتره الشتاء. فهل بقى ليفربول، بس احنا دلوقتي احنا بنتكلم على فرق نقط كبير جدا. لو تتكلم ما بين 10 نقط ما بين المركز الثاني، وقلنا السيتي كام نقطه؟ احنا قلنا السيتي 17 نقطه. لسه في ماتش بكره السيتي مع الارسنال، ده ما نشوف يعني. حتى لو كسب يبقى الفرق 14 نقطه. ممكن فريق يرجع بفرق 14 نقطه يخسر الدوري بعد فرق 14 نقطه؟ يعني السنه اللي فاتت هم لما فرقوا 9 و7 نقط كان ماشي، كان ممكن عادي ان الفرق ده يتعوض، لكن 14 نقطه مش كبير شويه؟ كبير. بس مانشستر سيتي لو اتدعم في شهر يناير، لو المصابين رجعوا، ولو جوارديولا قدر ان هو يعني زي ما تقول ان هو مثلا ان هو جوارديولا بتحس ان هو عنده حته تاليف زياده عن اللزوم كده، تمام بيزودها اللي هو انت ممكن تلعب عادي. ليه ترجع فرناندينيو ورا مثلا؟ ده على سبيل المثال. اصل انت بتقول تدعيمات، انا مش شايف ان السكواد بتاع مانشستر سيتي محتاج تدعيمات. يعني انت بتتكلم على التلت الهجومي ما شاء الله، يعني هو ما عندوش مشكله. هو فكره ان جوارديولا هيفكر في الخط الخلفي. ليفربول كمان في بعد اللي حتى بعد عوده الستونز ولابورتي هيحتاج السيتي انه يدعم. ممكن يحتاج دي يعني جوارديولا دايما ما عندوش مشكله في حته تدعيمات الفريق. هو دايما ما عندوش كونسبت الحمد لله، تمام. هو بيحب الزياده. هو بيحب الزياده، ما عندوش مشكله. يعني يمكن هو ده كان الازمه ليه في بايرن ميونخ، ما كانش عنده الفكره ان هو انا اصرف زي الفلوس اللي انا عايزها وان انا اجيب اللعيبه اللي انا عايزها. فهو موجود ده في مانشستر سيتي، فبالتالي هو كسبان، هو عايز ليه ما يخسرش بنفس الفرق الرهيب والبشع اللي هو الفرق الكبير ده. فهل دي بقى قدره ليفربول ان هو يتعلم من درس السنه اللي فاتت، يتعلم من درس 2014؟ خلاص بقى انت دلوقتي عندك الفريق كبير، انت اللي متحكم في مصيرك في الفوز بلقب الدوري الانجليزي. تمام. محمد صلاح مع ساديو ماني مع فيرمينو مع خط الدفاعي ورا، لو كلهم اصبحوا منظومه متكامله طبعا، بس لو فاقوا اكتر وحققوا نتائج افضل من اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت، ممكن مثلا تلاقي صلاح فايق ماني مش فايق، فيرمينو فايق مثلا وماني صلاح مش فايق. طب احنا لو احنا خدنا على نفس النهج اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، ليفربول مفيش خسائر مفيش تعادلات، السكواد مفيش اصابات كتير برضو. حتى احنا شفنا الماتش اللي فات لما شاكيري شارك بعد غياب الراجل بيسجل وزي الفل، مفيش اي مشاكل عند يورجن كلوب. ايه اللي ممكن يعطل ليفربول؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل له ماشي يبدا يخسر؟ مش هقول ممكن ال 17 الفرق 17 نقطه يجوا، ولكن ايه اللي ممكن يعطله في الفتره الجايه؟ بص السنه اللي فاتت كان بنقول برضو ايه اللي ممكن يعطل ليفربول، خسر من مانشستر سيتي ماتش، اتعادل 3 ماتشات ورا بعض، فقد الصداره. تمام. نفس الفكره، فكره دلوقتي الناس بتعيب، مش بتعيب قصدي بتشيد بشخصيه ليفربول مع يورجن كلوب الموسم الحالي. تمام. الفريق بيجي عند الدقيقه 90 بيبقى متعادل او خسران بيكسب. الفريق بيسجل اهداف حاسمه، الفريق بيسجل اهداف صعبه.
فدلوقتي ليفربول عنده الشخصية اللي تخليه يقدر يكسب لقب الدوري الإنجليزي. تمام. لكن إيه اللي ممكن يخليه ما يخسرش؟ هي بقى ردة فعل الفريق مع أول خسارة. إحنا شفنا ده في دوري الأبطال، الفريق قدر إنه يتأهل في النهاية لدور الستاشر. جميل. لأن بقى لما تيجي في شهر اتنين اللي هو عز الدوريات خلاص بقى. صحيح. السكواد هيقدر يكمل. السكواد هيقدر يكمل معك بنفس القوة البدنية دي واحد. تمام. هل الفريق لو خسر ماتش أو مثلا خرج من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر مثلا أنا أفترض، هل الفريق هيبقى عنده نفس القوة والشخصية ويورجن كلوب يقدر يحافظ عليها عشان يقدروا ينافسوا؟ فانت عندك بقى شهر 3 و4 دول بيبقوا اصعب من اي شهر تاني في الموسم. طب لو رجعنا بقى للجزء خاصنا احنا بقى كجمهور بيحب محمد صلاح. تمام. دلوقتي صلاح وصل النهارده الهدف التاسع، تساوى مع هاري كين وتساوى مع ساديو ماني. تمام. ولكن عندنا الحاج فاردي ما بيسكتش ومش عايز يبطل، بس النهارده يمكن اتعطل شويه. تمام. لكن هو اوريدي عنده 16 هدف. ممكن صلاح. تمام. يعني مع الوقت لو فضل ماشي بالمعدل ده جولين كل ماتش او يسجل كل ماتش على الاقل، وفاردي النهارده يعني ربنا يهدي كده شويه ويتعطل شويه كمان، ممكن صلاح يجيب الفرق ده. بص في الدوري الانجليزي مش منطقي ان انت تفضل في كل ماتش تسجل ورا الثاني، يعني فاردي عملها قبل كده من وكان وكان هدفه ان هو يعادل رقم رود فان نيستلروي. دلوقتي فاردي بيعيد نفس الفكره ثاني بس وقف تقريبا عند 8 او 9 مباريات ورا بعض. تمام. هل فكره ان فاردي ومنظومه برضو ليستر الهجوميه تقدر تساعد ان فاردي كل ماتش يقدر يسجل؟ تمام. هل فاردي هي مع مثلا الاصابات فاردي برضو ميزته ان هو بيسجل ضربات الترجيح ضربات الجزاء في ليستر، هو راس الحرب الوحيد اللي في ليستر، فبالتالي تمام. كل الفرص اللي موجوده لليستر عن طريق جيمي فاردي. لكن انت بقى بتتكلم على ليفربول فالموضوع متقسم، صلاح ماني فيرمينو اي حد من خط. طب هو عكس نقاشنا في سؤال من هيما عمر بيقول لك تشيلسي قادر ان يكون في مربع الذهبي ولا لا؟ يعني النهارده كنا شفنا مع بورنموث هو اتغلب 1-0 تقريبا على ارضه. ممكن يعني احنا خلاص عارفين ان في بروجكت مع لامبارد ان هو بيبني فريق شاب مع وعد تدعيمات في يناير وبدايه الموسم الجاي ان هو يبقى معاه فريق قوي، بس صح. الموسم ده ممكن يكون في مربع الذهبي ولا لا؟ ده بقى يعني يظهر اكتر من النادي ذات نفسه ومع الفرق الثانيه. تمام. مثلا دلوقتي تشيلسي اخر 5 ماتشات خسران 4. جميل. كسب استون فيلا بس، لكن في نفس الوقت هو ما حدش من اللي تحتيه قادر ان هو يوصل له. يعني توتنهام خسر، مانشستر يونايتد كان بيخسر وبدا يفوق، ارسنال ماتش فوق وماتش تحت. تمام. فكلهم مدينه الفرصه ان هو لا انا لو بخسر بس مش في مرحله اللي هي الكوارث اللي هو لا ده انا هبقى مثلا الثامن ولا التاسع. جميل. هو بيخسر ولسه في المركز الرابع لسه، ان هو محافظ على مكانه لغايه دلوقتي. خسر بكره حتى يعني هو النهارده خسر حتى لو المنافسين كسبوا هو ضامن المركز الرابع. تمام. فاهم الفكره؟ فهو تشيلسي محتاج صفقات في شهر واحد وده يبين لاي حد. تمام. ما عندوش اللعيبه اللي عندها الخبره، حتى اللعيبه اللي موجوده وعندها خبرات مش هي اللعيبه اللي تقدر تقود تشيلسي ان هو يفوز ب بطوله او على الاقل ان هو يكون فريق منافس قوي. تمام. هو الموسم الحالي ده موسم انتقالي، هو جمهور تشيلسي خلاص بقى متفهم الوضع ده. جميل. بس الميزه ان هو اللي استفاد منها ان هي اللعيبه اللي كانت موجوده في الاكاديميه، اللعيبه اللي كانوا دايما بتطلع اعارات عمرنا ما شفناها، خدت الفرصه السنه دي وبدات تشوفها. تمام. فبالتالي لا انا تشيلسي مشروع فريق واحد وصغير في السن، موجود في انجلترا من الاصغر في الدوري في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبار، وبالتالي لا احنا بنتكلم على مشروع طويل الامد. يعني برضه اول تجربه لي في الدوري الانجليزي ده برضو يعني حاجه تحسب له ان هو قادر يحافظ بقدر الامكان. تمام. على شكل الفريق وصعد دور 16 كمان دوري ابطال اوروبا. تمام. فهو ماشي بخطه جيده بكل بطاقات يشارك فيها. تمام. لو احنا اكتفينا دلوقتي خلاص بالحديث عن الدوري الانجليزي وهدفين محمد صلاح وتالقوا النهارده. تمام. نخش على الموضوع الثاني، كاس عالم للانديه. النهارده كان في قمه عربيه ما بين الهلال والترجي، وتقريبا خلاص يعني عرب اسيا لسه لهم الابر هاند برضو في افتتاح كاس عالم للانديه، زي ما حصل بكده في كام ماتش بكده كان في بطل دوري ابطال اسيا وبطل دوري افريقيا الاثنين عرب، وفي الاخر برضو بيكون تفوق لبطل دوري ابطال اسيا. النهارده برضو شفنا الهلال باداء رائع، سكواد تقيل جدا، وبتتكلم عيبه في فريق عنده سالم الدوسري، عنده جومش، عنده جوفينكو، مش 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 بقى طبعا من الترجي، ولكن النهارده الهلال فريق جامد جدا. شفنا ان الراجل كان قاعد بديل والناس كانت مستغربه هو ايه اللي ما قعد جوميز بديل، اول ما نزل 10 دقايق جاب جول، يعني تشميسه وعطاير حاجه عاليه جدا. شفت شفت الماتش ازاي النهارده بتاع الهلال والترجي؟ بص هو الهلال كفريق هو اقوى فريق عربي في الوقت الحالي، مش سكوت ملوش حل طبعا، سكوت ملوش حل طبعا. لكن هي الفكره فعلا ان الهلال اتقل من اي فريق تاني، خصوصا المحترفين اللي معاه يخلوه يعني الاوبر ليه الاوبر هاند زي ما انت قلت كده على اي فريق. حته العقده الاسيويه امام الانديه الافريقيه دي لسه متواصله، يعني جميل. ما حصلتش في مره او مرتين، منها الاهلي فاز على هيروشيما في 2012 تقريبا،
لكن احب بكون انا بكون المواجهه عربيه اسيويه افريقيه وفتح فدايما الكفه ارجح للعين بس قصدي للعين السنه اللي فاتت تمام. والهلال السنه دي نفس الفريق كان الترجي هي مشكله الترجي ان هو ما قدرش يستفيد بقى من خبرات السنه اللي فاتت اللي اكتسبها ان هو شارك. طب احنا لو هنحل النقطه دي بالذات ليه عرب اسيا متفوقين على افريقيا؟ هل عشان الفرق الخليجيه عندها امكانيات ماديه اكبر فبالتالي بتدعم بلعيبه ليها اسماء؟ يعني انت النهارده لو انت رجعت السكواد بتاع الترجي ما بين طه ياسين الخنيسي وتلاقي انيس البدري وكلوبالي في خط الوسط، اللعيبه دي بقى لها 3 سنين مع يعني اخر 3 4 سنين هتلاقي اللعيبه دي موجودين، السكواد كله كامل مش هتلاقي فيه تغييرات كتيره جدا باستثناء ديوارا الاسترايكر الطويل اللي هم جايبينه من سنه من اللي هو بيعوض من تقريبا نادي البنزيرتي تقريبا هو الناس حتى كانت شبه جومز شويه بس طبعا فرق الامكانيات كان رهيب كبير جدا يعني الغالي تمنه فيه برضه. فتفتكر ليه دايما عرب اسيا متفوقين على عرب افريقيا في النقطه دي؟ انت لا بص كده يعني متفوقين ليه انت بس بص على اسامي المحترفين اللي هنا صحيح صحيح سؤال مش منطقي يعني انت اصلا لا ومش في عرب اسيا بس او مثلا مش في الهلال بس انت برضو السنه اللي فاتت بص على العين تلاقي حسين الشحات اللاعب الياباني اللي كان من هدافين البطوله تمام كان في اكتر وماركوس بيرج المهاجم السويدي انت برضو نفس الكلام السنه دي انت الهلال عنده اكتر من اسم هجومي اوروبي عالمي موجود اللعيبه دي كمان خلي بالك بتلعب مع بعض من السنه اللي فاتت تمام عندها كميه انسجام عاليه عكس مثلا ما تبقى جايبه من الموسم الحالي ولسه بيتعودوا او بيتاقلموا على بعض فكل ده بيرجح كفه الهلال تمام طبعا انت زي ما انت قلت فكره انت برضو احنا عندنا نظره اللي هو دايما افريقيا اقوى من اسيا على مستوى المنتخبات صحيح لكن لما تيجي بقى على مستوى الانديه لا في فرق لما يبقى في صرف من الاخر يعني الفلوس بتبين لكن انت مثلا لكن حتى ده باين على تطور لعيبه المنتخب لعيبه الهلال السعودي اللعيبه السعوديين بقى سالم الدوسري وياسر الشهراني وبقيه الاسامي اللي موجوده لا اللعيبه دي اتطورت مستواها زاد جداً وده باين على المنتخب جداً السعودي جدا حتى يعني لو خسر يعني اللعيب الخليجي بيتطور خصوصا في الفتره الاخيره كبيره جدا هتلاقي مثلا لعيبه زي محمد البريك سلمان الفرج سالم الدوسري لما دول برده من القوه ياسر الشهراني دول من القوه الاساسيه للهلال والمنتخب السعودي لعيبه فرق جدا يعني ناخد بقى شويه تعليقات وممكن ارجعك برده للدوري الانجليزي تاني عشان الناس متفاعله معانا سؤال من حسام حسن رمضان صالح بيقول لك هل مان سيتي يعمل زي الموسم اللي فات ويخطف الدوري من الليفر؟ مان سيتي لا ما اعتقد ان السنه دي صعبه الا لو يعني كتيبه جوارديولا استغلت تعثر غريب جدا لليفربول يعني واعتقد ان ده هيبقى صعب يعني فرق ال 14 او 19 نقطه ده صعب قوي يعني محمد ماهر بيقول هل مورينيو هيعمل حاجه مع توتنهام السنه دي؟ هو ماشي كويس كبدايه الفريق بعد التدعيمات في شهر يناير هيبان هو وعد ان توتنهام يكون من الاربعه الاوائل هيقدر يفي بالوعد ده هنشوف يعني مورينيو دايما هو عنده الخبره ان هو يقدر يقود الفريق وباين قوي من لمسته في الفريق في الفتره الاخرانيه واحد زي ديلي قالي مثلا كان غايب تماما عن المشهد في انجلترا كلها مش في توتنهام بس رجع تاني ريكسن يمكن لو خرج في شهر واحد ممكن يفتح الباب لان الفريق يبدا يضم صفقات جديده فنبدا نشوف بس هل توتنهام يعني متاهل دلوقتي او عنده استعداد انه يفرط لعيب بقيمه اريكسن دلوقتي ما هو هيعقده يخلص في شهر في اخر الموسم ده هيرحل بدون مقابل تمام في شهر واحد اخسر لاعب هو خلاص مقرر انه ماشي خلاص فبيعه وقرر واجيب واحد او اتنين بنفس قيمته ديت حتى لو هبيعه بقيمه قليله تمام. بس انا مش هخسر فيه في نفس الوقت انا هعوض صفوف الفريق في شهر يناير هيساعدني دوت في دوري الابطال هيساعدني ده في الدوري الانجليزي هو خلاص مش هينافس على المركز الثالث او الثاني مثلا لكن على الاقل ان هو يكون موجود في التوب فور وعلى الاقل هدفه ان هو يكون موجود في دوري الابطال السنه الجايه. ناخد برده شويه تعليقات من الناس محمد كساب بيقول لك مان سيتي يفوز بكاس العالم للانديه من وجهه نظركم؟ بالنسبه لي هو ليفربول يعني ما مش محتاجه. حسام حسن رمضان صريح متفاعل معنا جامد النهارده بيقول لك من رغم اداء الهلال بس الليفر هياخد البطوله ماشي يا بابا. محمد كساب تاني لا ما كملش الدوري الالماني النهارده هيما عمر لا قلنا ريما هيما عمر خلاص كهربا اتكلمنا عليه امبارح سيف حكيم بيقول بس بطل الدوري السنه دي ليفربول احمد عماد هل هناك نظره مستقبليه لكم عن حل ليفربول وان ممكن وصول دوري الابطال هو احنا ما اتكلمش النهارده على الدوري الانجليزي بس احنا اتكلمنا بشكل كافي عن ليفربول وايه اللي ممكن يعمله في تدعيمات يناير اللي هو عنده مراكز او الروتيشن ما بين اللعيبه زي ما اسلام كلهم بيتكلم وان لو الفرقه مثلا نفس المستوى اعتقد انه يعني هيروحوا لادوار بعيده جدا في دوري ابطال اوروبا او في الدوري الانجليزي يمكن هي كمان القرعه يوم الاثنين الجاي عشان فهنشوف بقى يتحدد عليه عليها حاجات كتير قوي يعني. طارق ابو حازم بيقول لك انا شايف نيوس راسل نفسه على الهداف في الدوري الانجليزي يعني لو احنا قلنا خلاص ان
الصراع اه هيبقى بين ما بين ثلاثي. بص انا بالنسبه لي هو كده كده جيمي فاردي خلاص حاجز مكانه مش عايز يقف اوكي خلاص هو وقف النهارده بس هو هيكمل متاكد يعني. عندك هاري كين برده مع مورينيو لما رجع عامل اداء كويس جدا. حته بقى الصراع اللي ما بين صلاح وماني ديت هي اللي هتفرق، هل الاثنين هيكملوا مع بعض زي السنه اللي فاتت تمام. واحد فيهم يكسب لقب الهداف ولا الاثنين لا انا هسجل وانا هسجل وانا هسجل وبالتالي نشوف ان واحد اصلا ثالثه ولا ياخدها. جميل فاهم قصدي يعني تمام. هو السنه اللي فاتت فاردي قصدي كان اوباميانج اوباميانج وهما الاثنين هما الاثنين صلاح مستواه نزل شويه فماني استغل المره دي لا ما الفرصه هما الاثنين دلوقتي متساويين تمام. انت قدامك دور ثاني كامل تعمل فيه يعني الموضوع متوقف على جيمي فاردي شوف هو يعني. طب احنا لو جينا بقى دلوقتي نتكلم عن الدوري الاسباني النهارده اخر ماتش قبل الكلاسيكو لبرشلونه، طبعا ملعب الانويتا دايما دمه تقيل جدا على جمهور برشلونه، يعني هو يمكن الحاجه الوحيده عملها فالفيردي قبل كده ان هو فك العقده السنتين اللي فاتوا بعد 9 سنين من غير فوز، كسب السنه اللي فاتت ولا قبلها، لكن السنه دي طبعا ايه يعني قال لك مش هننهيها من غير موقف بايخ تاني برضه مع جمهور برشلونه. شفنا النهارده برشلونه كان خسران بعد كده جاب جولين بعد كده مره واحده تراجع او كان في ضغط عالي جدا من ريال سوسيداد في الشوط الثاني. هدف التعادل جه من خطا نادر لتير شتيجن، مش من الطبيعي ان تير شتيجن بيرجع كوره كده او بيطلع كوره كده. انت كنت كتبت وقلت ان برشلونه فكر كتير في الكلاسيكو في ماتش النهارده، النقطتين دول هيعطلوا برشلونه جامد ولا هيدوا دافع بكره ريال مدريد ولا برشلونه خلاص قفل الصفحه ويفكر كويس الكلاسيكو؟ لا الكلاسيكو كده كده ده ليه قصه تانية خالص. أوكي. ده برانا النهارده تمام يعني. لكن انت لما تيجي تتكلم هو امبارح فالفيردي قال انا تفكير لعبتي على مباراه بكره. جميل. وهنفكر في مباراه الكلاسيكو من يوم الحد. تمام. انت دلوقتي لعبتك نزل مباراه مش ده برشلونه اللي انت عارفه، احنا برشلونه اللي احنا عارفينه تمام. مش مع فالفيردي لا دفاع عادي مع ميسي فاحنا لما تيجي تبص لا الفريق ما قدمش فين الشكل الهجومي اللي انا مثلا انا بقى منتظره الفريق عايز يكسب. صحيح. برشلونه تقريبا هو الهجمتين اللي راح بيهم على مرمى ريال سوسيداد سجل منهم وهم هم ثلاثه كان في واحد ثالثه اللي كمان لسواري وفي ركله جزاء تقريبا ما اتحسبتش في الاخر الحكم رفض انه يحسب. جميل. لكن لما تيجي تبص ان فريق زي ريال سوسيداد هو في المركز الرابع في الدوري الاسباني وضاغط على برشلونه في اغلب الشوط الثاني في الوقت اللي المفروض ان برشلونه هو اللي كان بيروح يجيب الثاني والثالث والرابع. انت بتتكلم من الدقيقه 65 من ساعه هدف التعادل تقريبا الاستحواذ كان كله لصالح ريال سوسيداد في نص الملعب انت مش لاقي يعني ونزول ويليان جوزيه تمام باين قوي ان لعيبه برشلونه في حته الشق الدفاعي في الضغط ضعيف تمام. فبالتالي لا ده لعيبه ريال سوسيداد بتضغط وبتحاول بس هي كان عندها اللمسه اللي قبل الاخيره اللي هو مثلا ايه اديك سلو طويل شويه اديك الباصه اللي قبل الاخيره غلط ناقصه تمام مشكله فعلشان كده كان ممكن يسجلوا هدف التعادل بكل سهوله. انت كمان شفت يعني لعيب النهارده زي اوديجارد ما اعرفش ريال مدريد ممكن يتحصل عليه ولا لا او لسه قدامه انه ياخد خبرات بس النهارده شفنا اداؤه كان عالي جدا خصوصا كمان من استغلال المساحه من حته الشمال من ورا خوردي البا حتى كمان فالفيردي عشان يغطي العجز دوت اما نزل سميدو اللي هو على عكس عدلته هو باك رايت لعبه باك ليفت عشان يحصله في السرعه. شفت النهارده مستوى اوديجارد يعني مو لعيب ممكن يرجع ريال مدريد في يوم من الايام يضيف له حاجه ولا يرجع بس مش هو اللعيب اللي ريال مدريد هيبدا يعتمد عليه في الوقت الحالي. ليه؟ لان هو لعيب شاب مع المجموعه اللي موجوده في ريال مدريد فريال مدريد مش هيبقى المنظومه بتاعت ريال مدريد او النادي ما بيستحملش نفس كميه اللعيبه الشباب اللي موجوده دي. ريال مدريد بينافس على الارقام فبالتالي لا انا مش هجرب او مش هستنى. فبالتالي هو اوديجارد السنه فاتت اتالق في الدوري الهولندي كان من افضل اللعيبه، السنه دي بيتالق في الدوري الاسباني بس لسه قدامه كتير عشان يثبت. ممكن جميل. موسم تاني مع ريال سوسيداد او مع اي فريق تاني نقدر نقول ان اوديجارد خلاص عنده الخبره والقوه البدنيه والفنيه اللازمه عشان يبدا يلعب ريال مدريد. ان هو لما هينزل مع ريال مدريد الضغوط هتبقى مختلفه تماما. انت في ريال سوسيداد كسبت خسرت مفيش غير 30 40 واحد ممكن يتكلم معاك لكن ريال مدريد انت العالم كله بيتفرج عليك. تمام. هل انت تقدر تستحمل الضغوط دي ولا لا؟ ده بقى الاوديكارد يقدر يقول عليه. لكن هو لا ماشي بشكل كويس جدا في الدوري الاسباني، هو كان مصاب ولسه راجع تقريبا فبالتالي لا هو لسه قدامه فتره طويله عشان يثبت نفسه ان هو يستحق ان هو يلعب لريال مدريد بشكل اساسي. طب احنا ونرجع لبرشلونه عشان متابعي برشلونه كمان ما يزعلوش مننا، مثلا مفيش اي ايجابيات النهارده خرج بيها برشلونه قبل الكلاسيكو؟ يعني انا مثلا بقول ان النهارده برشلونه خلاص بلا اصابات قبل الكلاسيكو، رجوع الباكين خوردي البا وسيميدو للتشكيله اوريدي كمان لانجلت مع بيكيه الثلاثه الفريق بشكل كامل الثلاثه النهارده شفناهم جريزمان و سواريز سوري جريزمان بيسجل المباراه الثالثه على التوالي. هل انت شايف احنا خلاص احنا عارفين من الموسمين اللي فاتوا في يعني مش الموسم اللي فاتوا اخر خمس سنين سواريز وميسي مع بعض زي الفول مفيش اي مشكله، انت شايف ان الكيمستري او الهارمون بين الثلاثه
جريزمان دخل مع الثلاثه، يعني هو اصلا الماتش الثاني على الثلاثه على التوالي بيسجل في الليجا، وكمان غير هدفه في مرمى دورتموند في دوري ابطال اوروبا. هل انت شايف الراجل خلاص دخل مع الثلاثه اللي قدام يعني هيبقى ثلاثي مقارنه زي ام اس ان، ولا لسه جريزمان بعيد شويه؟ لا بعيد شويه عشان التوظيف ولا عشان حاجه تانية؟ عشان التوظيف، وفي نفس الوقت ما تبعش كارين مثلا ام اس ان او اللي هو ميسي سواريز ونيمار مع الوقت الحالي. ميسي مش بنفس القدره البدنيه زي من سنتين او من ثلاثه. تمام. سواريز نفس الكلام، كيرفو بدا يقل شويه بس على الاقل هو لسه محتفظ بحته التهديف بتاعته. عندك جريزمان لسه ما تاقلمش قوي، هما بداوا يتاقلموا مع بعض وبدانا نشوف جريزمان داخل في الاجواء. تمام. بس لا تحس ان في حاجه ناقصه، فلسه بدري شويه على جريزمان عقبال لما يدخل في حتى هو بيسجل. يعني اصل انت بتسجل اللي هو انت جريزمان مش لعيب صغير، لا انت لعيب واحد من الهدافين دايما مولودين ورا ميسي وكريستيانو في الدوري الاسباني اخر 5 سنين على الاقل. فانت بتتكلم ان هو واحد عارف يعني ايه يسجل في الدوري الاسباني. هو لسه بس محتاج يتقبل الوضع ان هو اللي الدور اللي كان بيلعبه في اتلتيكو مدريد دلوقتي هو بيقوم بيه ميسي، اللي هو الشادو سترايكر او الفيك ناين عامه. هو ده الدور اللي كان بيقوم في اتلتيكو مدريد وكان بيوظفه بيه ديجو سيميوني في المركزيه، كانت فيها تفاعل عالي جدا في اتلتيكو مدريد. دلوقتي هو الدور ده بيلعب مكانه احسن لاعب في العالم دلوقتي، هو ليونيل ميسي. كمان اعتقد كمان التوجهات اللي بتكون من فالفيردي لجريزمان، هو لاعب جناح بملتزمات لعيب على الخط، بس انت شفته كمان هو على عكس عادته بيلعب الناحيه الشمال. تمام. فهو يعني ايه كان محظوظ النهارده مثلا الكره جت له كان جت له على حتته بالظبط الحته اللي هو عايزها. لكن مثلا ما بتشوفش ان ايه جريزمان بيعمل مثلا تبادل مع ميسي حته وحته، او مثلا لما حتى لما بينزل مثلا الينيا وميسي روح على الطرف ان بيحصل تبادل بينهم. لا هو جريزمان ملتزم بمكانه. فانت شايف برضه ممكن يكون فالفيردي مكتفه مثلا؟ لا مش بص، ممكن تكون تعليمات من فالفيردي وفي نفس الوقت هو ما عندوش الانسجام الكافي اللي يخليه انا امتى ارجع عشان ميسي يطلع قدام، او انا امتى مثلا اضم من العمق عشان الباك يبدا يطلع. تمام. فاهم قصدي؟ جميل. كل ده ما لازم هياخد عليه وقت اطول. خلي بالك ان برضه برشلونه مش بيلعب بنفس لعب برشلونه بتاعت السنين اللي فاتت اللي احنا لاقي كره سلسه جميله. لا طبعا. في نفس الوقت هو جاي من عقليه مختلفه تماما في اتلتيكو مدريد، انت اللي هو احنا اصلا بيبقى اخر، وهو كان بيبقى واقف عند دايره السنتر. صحيح. بيبقى واقف عند دايره، انا وقت كان بيرجع ساعات مع جودين كمان. فدلوقتي لا، انت موجود بتبقى موجود مثلا يعني الفرقه كلها بتهاجم وانت موجود قدام. خلي بالك برده الثلاثي بتاع برشلونه الهجومي مش موكل بخطط دفاعيه. تمام. انت ما بتلاقيش ميسي وسواريز بيرجعوا يدافعوا، ما بتلاقيش جريزمان بيرجع يدافع. ده ما كانش بيعمله كان بيعمله في اتلتيكو مدريد، ان هو بيرجع لغايه نص الملعب وممكن لغايه الربع الاولاني من ملعبه. تمام. دلوقتي ده مش موجود. فبالتالي لا، هو جريزمان محتاج الوقت اللي يقدر يثبت فيه نفسه اكتر مع ميسي ومع سواريز. كل ده بقى يعني اعتقد ان في رايي ده يرجع لميسي وسواريز، هم اللي يقدروا يدخلوه في الدنيا اسرع. بس يعني مؤخرا انت حاسس ان ايه يعني في تعاون اكبر من ميسي وسواريز، بعكس مثلا اول كام مباراه لعبوا مع بعض. يعني لو شفت الماتش اللي فات اللي كان خلص كان بتاع لكن خلص 6 كان مع مين؟ انت بتتكلم عن ماتش دوري الابطال؟ لا لا لا، ماتش الدوري. تمام. ماتش الدوري كان الماتش خلص 6 اعتقد كان في تعاون اكبر من بين الثلاثه. كنا شفنا يعني جريزمان هو حتى بيحاول يخش مع الاثنين التانيين، هو عارف ان في تفاهم جامد قوي ما بين ميسي وسواريز، هو بيحاول يفرض اسلوب لعبه معاهم. النهارده برضه شفناه في الثلث ساعه اللي برشلونه لعب فيها كويس في بدايه الشوط الثاني، يعني برضه كان في ظاهر بشكل كويس. تمام. بس كان متحس ان هو متقيد شويه. تمام. ارجع لك ثاني بس اخد شويه تعليقات من الناس. هي معقول اقول لك توقع نتيجه الكلاسيكو كام؟ هو بيقول ان ريال مدريد هيكسب. تمام. هنرجع نتكلم عن ريال مدريد وماتش بكره، بس ناخد توقعاتكم لتكتيك زيدان في ماتش فالنسيا هنتكلم عليه دلوقتي. افضل راس حربة دلوقتي في اوروبا بنزيما اتفق معاه مختلف، هنتكلم برضه دلوقتي على ماتش ريال مدريد. طيب نتكلم عن ماتش ريال مدريد بكره. تمام. خلاص دلوقتي في بوش اب عاليه جدا من الريال بعد تعادل برشلونه النهارده مع ريال السداد. شايف بكره برضه يعني ماتش غلس ملعب المستايا، وبرضه انت عارف فالنسيا في اخر كام سنه سواء في سانتياغو او في مستايا خصم تقيل على ريال مدريد، دمه تقيل جدا على ريال مدريد. صح. شايف الدوافع هتختلف بكره ريال مدريد عشان هو كده هيفرق فرق 2 بونت لو كسب بكره هيفرق عن برشلونه فرق نقطتين قبل الكلاسيكو، ولا الماتش يعني هيعرف شويه من زيدان؟ لا هيعرف شويه من زيدان لكذا سبب. اول انت زي ما انت قلت هو ملعب دمه تقيل جدا، دمه تقيل جدا. ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، انت بتلعب تاني يوم بعد برشلونه والفرق ما بينك وما بين يوم الاربع تقريبا 72 ساعه، فانت ما عندكش حته ان انا لا ادفع بكل الاوراق بتاعتي. فانا هو خايف ان هم بدنيا يتحرقوا قبل ماتش مهم زي الكلاسيكو، فبالتالي هتلاقي لعيبه ريال مدريد في سن خوف شويه.
لو في لعيب من ريال مدريد واخد خايف من بطاقه صفراء عشان ما يغيب عن الكلاسيكو برضو ده هيأيد لعيبه ريال مدريد. تمام. فكل ده هيأيد لعيبه ريال مدريد ده غير الغيابات اصلا كمان الموجوده. الغيابات اللي موجوده زي مارسيلو هازارد ابرز غايبين يعني جاريث بيل تقريبا برضو هيبقى غايب. تمام. احنا بنتكلم ان في برضو اسامي موجوده هتبقى غايبه لكن ريال مدريد في الفتره الاخرانيه الكيرف بتاعه زاد 10 تقريبا ماتشات ما خسرش فيهم ولا مره. تمام. في الفتره الاخرانيه كل ده بيعلي من ارقام ريال مدريد. طبعا بنزيما بما ان حد كان بيسال على بنزيما فلا هو بنزيما مش محتاج ان احنا نقول هو من احسن مهاجمين العالم. تمام. هو اللي عمل في نفسه كده طول 9 سنين اللي فاتوا عشان كان بيضحي لرونالدو بس وجهه بس الموسم ده مختلف شويه. الموسم ده مختلف هو خلاص هو اتحرر بقى من كل القيود اللي عليه وخلاص بقى هو لقى نفسه يعني انت تحس ان هو ايه كان مسجون وخلاص خرج فبالتالي هو لا انا عايز اعمل كل حاجه فبالتالي بنزيما بيقدم كل اللي هو يقدر عليه هداف الدوري الاسباني هداف مع بتساوي مع ميسي بواحد بينافس في موجود من هدافين دوري الابطال كل ده انت بتتفرج على ان بنزيما حتى لو ما بيسجلش بيصنع وبيصنع بجماليه صحيح لو ما جابش وما عملش اسيستات لا ده بيتلاقي في كور بيعملها احنا ما كناش بنشوفها قبل كده. تمام. فهو لا عنده الرغبه في ان هو يثبت نفسه لو هي متاخره قوي بس على الاقل البنزيما بس ظهرت يعني اخيرا شفنا حاجه من بنزيما. تمام. كل ده بكره هيكون متوقف على فالنسيا. فالنسيا عندهم بقى الدفعه المعنويه بتاعه التاهل لدور 16 من دوري الابطال بعد ما كسبوا اياكس 1-0. جميل. انت بتتكلم ان الفريق ماشي بخطه ثابته وكمان بره ارضه يعني بره ارضه صح زي ما انت تقول كل ده لا احنا شايفين ان فالنسيا برده ماشي بشكل كويس في الدوري. تمام. حتى لو مش بينافس على المراكز الاولى بس هو لا فريق عنده المقدره ان هو ينافس على المركز الرابع في الدوري الاسباني. انت كمان سواء بتتكلم على الثلث الهجومي مثلا او بتتكلم على رودريجو وجديش ان كمان رودريجو وجديش بالذات بينهم اتنين صراع جدا وكمان بيلعبوا في يعني هم اعتقد بيلعبوا اتنين جنب بعض صراع يعني ما فيش حد ورا التاني في حاله بطء كمان دفاع ريال مدريد الفتره الاخيره راموس وفاران تحس مريحين شويه او لما بيلعبوا قدام مهاجم سريع بتبقى عندهم مشكله كبيره جدا رودريجو وجديش هيسببوا بكره مشكله دفاع ريال مدريد. بص هم عندهم ميزه ان في انسجام ما بينهم عالي قوي جدا من الموسم اللي فات زي ما انت شايف هو ده كله اللي هيقدر يبين هل فالنسيا هيقدر يعمل حاجه بكره ولا لا. فالنسيا او زي ما انت قلت فريق رخم فريق يعرف يعني يقلق ريال مدريد بكره واختبار صعب قوي ريال مدريد قبل ماتش برشلونه يعني ماتش برشلونه مثلا النهارده ريال سوسيداد ملعب صعب وفريق برده رخم على برشلونه لكن في نفس الوقت لا ما عادي احنا برده مش بنفس قوه فالنسيا. تمام. لكن فالنسيا لا قدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه قدام ريال مدريد وهتكون دفعه معنويه ليه خصوصا هو عايز يدخل قبل فتره الشتاء. تمام. في المراكز الاربعه الكبار. ناخد شويه بقى تعليقات. حسام حسن رمضان صاحب بيقول لك ليه برشلونه مستوى متذبذب جدا مع انه عنده سكواد جامد. لا مش متذبذب برشلونه كسب انتر في جوزيبي ميادزا احنا بنتكلم على الليجا بنتكلم على الليجا وكان بيكسب حتى يعني اخر اربع يعني بعد ما خسر من ليفانتي 3-1 الفريق كسب اربع ماتشات وخلاته في الصداره مع ريال مدريد. هي الفكره ان افكار فالفيردي وخططه مش ثابته يعني انت النهارده بتلعب مره براكيتش مره بتلعب بفيدال مره بتلعب بفرينك ديونج فانت ما عندكش اسامي ثابته في خط النص ما عندكش كل برضه الاصابات برضه ساعدت كتير يعني انت لسه قايل ان سميدو رجع قايل ان جوردي البا رجع انت بتتكلم ان برضه فريق ما عندوش الثبات الفني او الاسامي اللي موجوده بتلعب بشكل اساسي عشان تشوف الانسجام اكتر. تمام. انت برضه بتتكلم اللي بقى احنا خلاص احنا قربنا من شهر واحد فالكلام بيبدا يزيد على الانتقالات بتتكلم عن راكيتش احتمال كبير يمشي. تمام. فيدال في ناس كتير بتتكلم عليه ان هو ممكن يمشي. تمام. حتى امتيت اللي ما بيلعبش وبيتصاب كتير في كلام ان هو ممكن يمشي. كمان الكلام بيزيد تاني على نيمار طبعا نتيجه لا مثلا جريزمان مستواه بيتراجع خصوصا مع ان هو لو نيمار جه ما جريزمان يبقى مركزه ايه. تمام. فكل ده بيأثر على منظومه برشلونه مع ان اصلا فالفيردي مش قادر يتحكم فيها فتخيل انت إيه هي بايظه كده كده خلاص العمليه كلها في الضباب. طب احنا لو اتكلمنا هناخد مثلا جزء كلام عن الكلاسيكو يعني جزء صغير مثلا ايه نقط الضعف في الفرقتين اللي ممكن كل مدرب يلعب عليها يعني خلاص بعد النهارده ما شفنا ان خط وسط برشلونه ما بيتضغط ما بيعرفش ينقل الكوره ما بيعرفش يلعب لعبه العادي. تمام. ايه اللي ممكن يلعب عليه زيدان في الكامب نو وخلاص وسكواد كامل لبرشلونه وايه اللي ممكن يلعب عليه يخلي ريال مدريد يخرج يا اما بمكسب يا اما بتعادل. بص هو هي الماتش ده هيبقى ماتش معركه خط النص. تمام. قدرت تسيطر على خط النص هتبقى الماتش هيبقى بتاعك طبعا بعيدا عن الفرديات اللي هي مثلا ميسي ممكن احنا اللي بنقوله ده في 3 4 ثواني يروح يجيب جول والسلام عليكم بالظبط. لكن احنا لما تيجي تتكلم لا مثلا ريال مدريد خط النص بدا ريال مدريد بالذات الفتره الاخرانيه بدا يزيد بيدي فالفيردي
بدأ مستواه يرتفع قوي في الفترة الأخرانية. بدأنا نشوفه إن هو لأ ده لعيب لريال مدريد يقدر يقدم مستوى كويس جدا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. تكلم برضو على بنزيما زي ما قلت لك، حتة الاستفاقة اللي جات له مع الثنائي بقى البرازيلي رودريجو بوس وفينيسيوس جونيور، الاثنين بداوا خلاص يعني بداوا ينسجموا مع بعض اكتر، بداوا يخشوا في الخطط الفنيه لزين الدين زيدان، وبالتالي بنشوفهم بشكل مستمر وبيسجلوا. كل ده بيديهم دفعه معنويه اعلى، عندهم بقى سرعه ومهاره، فكل ده بيديهم الافضليه. تمام. فانت لو بتتكلم مثلا ان الناحيه الثانيه بقى برشلونه، لا برشلونه ما عنده فرينكي ديونج وعنده بوسكيتس وعنده في تعليق من زكريا امبيه بيقول لك برشلونه لولا ميسي وشتيجن كان نهائي الان في المركز الاخير. ما دي حقيقة المثال اللي فاتت. تمام. دي حقيقة المثال اللي فاتت. ميسي يعني ماتش اتلتيكو مدريد الاخير هو الماتش بتاعهم هما الاثنين، شتيجن شال 3 4 كور في الشوط الاولاني والشوط الثاني، وميسي هي لقطه واحده طول الماتش. يعني حتى انت تتفرج على سيميوني اللي هو بيضرب كف بكف اللي هو يا جماعه طب انا اعمل له طب خلاص بقى الارجنتين تخلص بس خلاص فهي ميدو عدل ربنا خلاص بقى. فهي لما تيجي تتكلم على يعني ميسي وشتيجن فعلا هم عامل مساعد قوي لبرشلونه في الحته دي. تمام. طلع معاهم بقى سواريز، يعني خلاص بقى الراجل متمرس قوي في في الكلاسيكو، يقدر ان هو يسجل في اي وقت. عندك راكيتيتش لو بياخد بيلعب بشكل مستمر من بدايه الموسم كنت هتشوف منه شكل مغير تماما. تمام. لكن هو يعني فالفيردي عنده افكار تانية مش شايفها، احنا مش شايفينها اعتقد. تمام. يعني فكل ده لا الماتش هيبقى فيه فنيات عاليه قوي، هيبقى فيه فرديات هي اللي هتقدر تحسمه، خصوصا ان الفرقتين السنه دي لا لحد فيهم عليه قوي ولحد فيهم قليل قوي. جميل. بالتالي الاثنين في نفس المستوى مع بعض، وده باين حتى يعني فرق النقط ده هي نقطه واحده، وبكره ريال مدريد لسه هيلعب. صحيح. وهنفترض ان لو ريال مدريد كسب او حتى تعادل يبقى الاثنين داخلين حظوظهم مش مثلا المكسب اللي يضيع عليك الليجا، لا انت المكسب لسه فيه دور تاني ولسه فيه مشوار طويل، خصوصا ان الانديه في الدوري الاسباني اخر الموسمين بالذات بداوا يعصلجوا مع ريال مدريد وبرشلونه بمعنى الكوره، اللي هو لا انت كان زمان ريال مدريد وبرشلونه بيروح انت قاعد حاطط رجل على رجل ونمد من الكتف. صحيح. خلاص بقى اللي هو 7-0 8-0 دلوقتي لا ده انت بتخرج تلاقي برشلونه خسران 3-1 ومش فاهم ازاي، ريال مدريد خسران 2-0 ومش عارف ازاي. فالدوري الاسباني لا بقى مختلف، بقت الفرق اللي بتلعبهم عندها جراءه، فبالتالي انت بتشوف ريال مدريد وبرشلونه 35 نقطه مثلا 34 نقطه واللي وراهم مثلا 30، فاللي هو لا بقت عمليه متقاربه عكس زمان كان 40 و45 واللي وراهم 15. تمام. فانت بتتكلم لا الوضع بقى مختلف خالص في الدوري الاسباني. جميل. احنا كنا عن كل حاجه كده النهارده. تمام. يعني مش عايزين نطول على الناس. النهارده كنا بنناقش زي ما قلنا حضراتكم مرات الدوري الانجليزي وتالق محمد صلاح والقمه العربيه في كاس العالم للانديه، غير كمان تعادل برشلونه النهارده كمان مع ريال سوسيداد. بكره ان شاء الله باذن الله في لايف جديد عندها ماتشات مهمه جدا زي الارسنال ومانشستر سيتي، وغير في كمان ريال مدريد وفالنسيا، وكمان عوده حبيب الملايين الدوري المصري ان شاء الله. فايا كان نكون موجود بكره ان شاء الله باذن الله هيكون في لايف في جديد. ما كناش بنتمناش نكون تقن عليكم، ونكون كمان كنا عند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله. نتقابل بكره. السلام عليكم. شكرا.